اللقاء التمهيدي للقادة الشباب الأفارقة يأتي انعقاده قبيل القمة الوزارية رفيعة المستوى، يجمع ممثلي المجالس الوطنية للشباب والهياكل المماثلة في الدول الأعضاء. الهدف هو مناقشة الوضعية الراهنة وأهم المحطات الأساسية التي تم قطعها لتنفيذ نتائج الحوار التشاوري الأول للشباب الذي انعقد بالرباط خلال يوليوز المنصرم. هذه فرصة مؤتية لمناقشة تطبيق ميثاق الشباب الإفريقي في الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وكذلك لإعادة النظر في موقع الاتحاد الإفريقي للشباب على مستوى هيئة صنع القرار القارية. نحن هنا لنناقش ونوجه النداء إلى سلطاتنا، إلى وزير منطقتنا، من أجل دعم مبادرات وأنشطة شباب إفريقيا الوسطى الذين أمثلهم هنا، ولكن أيضا من أجل الاتحاد الإفريقي للشباب. الاجتماع يروم تقييم التزام إفريقيا تجاه الشباب بعد 17 عاما من اعتماد ميثاق الشباب الإفريقي وإعلاناته ومقرراته وقراراتها من أجل تقييم وتفعيل ملائمين لمقتضيات الميثاق، بالإضافة إلى توفير منصة للقادة الشباب الأفارقة على المستوى الوطني لتبادل الممارسات الفضلة في المجالات المحورية للتمكين وانخراط الشباب. الشباب كيشوفوا واحد المرحله اللي هي صعيبه بزاف في افريقيا، باش ما نكذبوش على راسنا، كاين مشكل ديال الشغل، كاين مشكل ديال القرايه، كاين مشاكل كثيرين، بزاف الناس كيفكروا دابا غير باش يهجروا، وحنا الا قدنا نلقاو اليوم حلول لهذا الشباب الافريقي بالليدرشيب ديال المغرب غتكون حاجه ايجابيه ان شاء الله. الاهداف الرئيسيه لهذا اللقاء بالاساس هو لقاء الشباب الافريقي في مكان واحد لتدارس عده مواضيع، المواضيع هذه تتمثل اساسا في العمل، الدراسة، كيفية بعث الأعمال للشباب الإفريقي. حضرنا هذا الحدث من أجل تقييم مدى التزام الدول الإفريقية بالميثاق الإفريقي بعد 17 عام من الاتفاق عليه، وهذا الحدث مهم جدا من أجل جمع القادة الشباب الأفارقة، من أجل خلق مستقبل قادم جيد لإفريقيا من خلال تعاون مشترك بين الدول في المستقبل. ما يناهز 100 قائد شاب من جميع الدول الأعضاء يحضرون في هذا اللقاء من أجل تبادل الآراء والرؤى بشأن الحلول الممكنة لمختلف التحديات الكبرى التي تواجه الدول الإفريقية، لا سيما تلك التي تمس فئة الشباب.